هذه الوقفة الأدبية والثقافية يقوم بها اتحاد الأدباء والكتاب في ذي قار لمساندة التظاهرات السلمية بمهرجان شعري لأدباء ذي قار. التظاهرات السلمية تحتاج إلى مساندة من كل فئات الشعب، والأدباء هم أولى بهذا الأمر. ومجدوا إهماله، لا أحد يقدم استقاله. والذي ارتأى اتحاد الأدباء والكتاب في ذي قار أن يشارك به هذه الوجوه السمر، أبناء الناصرية الذين خرجوا لطلب الإصلاح والتغيير بسبب ما مر عليهم لمدة 16 عام. الحقيقة اتحاد الأدباء والكتاب يعني لا أريد أن أمدح هذا الكيان الكبير والذي خرج من معطف الجواهر العظيم، إلا أنه دائما ما يكون مع الشعب ومع الجماهير وليس مع السلطة. إن العيون التي في طرفها وطن رأت عراقا لها يلتم في الساحة، وسائقو تكتك أبناء خائبة ردوا إلى بابنا الشرقي مفتاحا. ونادل المطعم التركي قال لنا إن الزبائن عندي اليوم في راحة، عندي تلاقى الفدائيون أجمعهم ليطردوا جثث الماضي وأشباحه، لكي يشيد عمال مصانعهم ويقرأ الأرض فلاح وفلاحة. ملء الأناشيد شبان أساتذة في بالهم وطن ينوون إيضاحه، ضاقت عليهم ثقوب الناي فاجتمعوا كل بليل السهارى دس مصباحه، إذ تمسح الدم عن وجه البلاد صبا ويفخر الغد للآتين أفراحا. يا دجلة العاطشين احضن غزارتهم وقل لمائك أن يشتق أقداحه،
فطالما شغفوا بالموت وانتظروا تأتي نوارسهم في الفجر صداحة، وموكب الشهداء وموكب الشهداء الرائعين هنا، زهورهم في ضمير الأرض فواحة. كان ابن ثنوة فيهم شاهرا دمه، يلقي كموسى على سيناء ألواحة، وبلبل ذبح التغريد في فمه، للآن لم تعرف الأشجار ذباحة. يا كل حلم لمقهورين رافقهم مفسريه هنا كنتم وشراحة. بغداد جنتنا هيهات نتركها، وآدم اليوم لا تغويه تفاحة. المونتاج علي يونس. تقدم
تعال ابو عباس، لا لا الصوره وين حجي هناك وياه. عباس ما طلع ما يتسلع. لا تبغى اروح انا الشاكر. لا تطلع حبلها ما تبقى. شوخر عاد ما تشوف. وين وين؟ وين الخبز؟ الخبز وين حجي قدام. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ما شاء الله حجيه، الله يحفظك. بعد قلب بارك فيكم، الله يوفقكم. شنو معنوياتكم؟ شنو معنوياتكم؟ قول معنوياتنا فول. بعد قلب انا معنوياتي من معنوياتي. بعد قلب. لا لا ما فارق، لا لا.